دوم نخاف وعنا كان دوم يصير حرب وهيك شيء. كانوا ياخذوا غصب عنا الرجال، هاي اخواتي هذول غصب عنا يديروها. ما في لا مصاري ولا شيء. كنا كويسين مع بعض ولا خير. وكل واحد عم يطرح. في عندي كان العاب هيك شيء. هاي بحبهم كثير. كنت حابب اجيب المايك. قالوا انه بدكم تمشوا كثير. تعبوا بتكبوا. أنا عم بفكر إيش بده يصير معنا. بدنا نموت ونوصي الله ليدي. وانا ما لا بنفهم اللغة ولا. هلا انا مشتاق لرفقاتي وسوي. مامي بدنا نسوي صداقة. Thank you.